تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم حمادي بن عبد الله بن عبد الرحمن الورتتاني، أصيل مزاجية، ولاية مزارت، متزوج ولي 3 أبناء، ولي 7/6/52، حتى ما أنا في 81 صارت هكي المشاكل هذيك نتاع الفترة الأولى نتاع الواحد، عيطوا لي شرطة في مزاج جميل بحثوني معناها أمور ما توقفتش معناها برشا فهمت، حتى وقت الحملة نتاع 87 هذه كلمونا معنا بهم، كي صارت الحملة وقفوني سألوني قلت لهم الأمور هذه راهو هكا وهكا فهمت، وتعرفوني أنت ديجا قلت لهم تعرفوني بالكدا فهمت، هيك وتحاكمت هكا وقتها في تحاكمنا ثلاث سنين وتسعة أشهر معناها وقفنا منهم ست أشهر فهمت، في السجن 6 أشهر وخمسة شنو منها تعرضنا معناها في أثناء البحث معناها الحاجة الروتينية عند الشرطة معناها ضربوا فهمت وقرب السياف وعمل حتى جات الحملة هذه كانت في التسعينات 95 فهمت، جات وقعت قبل الساعة حملة مداهمة كبيرة برشا معناها هذه لربما هي النقطة اللي معناها خلت الامن والشرطه معناها الامن الدوله معناها وفرقه الارشاد معناها شدوا عليا الحقد علاش خاطر مره عملوا عليا مداهمه كبيره برشا وقالوا لي فما السيد هذا في دارك وما لقاوش في داري وعذبوني برشا تعذبت برشا 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 في مركز بوقتها معناها في مركز الايقاف في بوقتها في جوانجي ولاد عملوا فيها برشا من جملتها يدي قعدت عندي يدي من هنا لهنا قعدت بقيت بشي شهرين ولا ثلاثه هي زرقاء عارف الحال معناها فهمت الاشكال هو شنو ضرب برشا ضرب وبوني ركل بالعصاب الواحد فهمت تنتيف في الشعر نتاعي واللحيه نتاعي انا ديما مرتاحيه كنت ديما مرتاحيه فهالي ضربوني فهمت جاو قالوا لي جاو معنا مخمورين على الاخر فهمت خرجوني مجهول دخلوني للصاله كبيره فهمت هذه اللي فهمت اللي مرفوعه ووقفوني تحت الباب قال لي انت وين كنت؟ قلت لهم انا كنت عندكم الشاب يضرب فيا يضربوا فيا فهمت ما كنتش هنا ما كنتش عندنا كذا فهمت يا ودي كنت عندكم قال لي قالوا لي بون فيدك هاو 3 أيام اخرج برا روح على روحك ريسلك وين كنت ما نعرفش ايش عملت ما نعرفش شكون هزك ما نعرفش معناها لازم ما تعرف حتى شيء وما تتلفتش وروح من هنا روح للدار ما نحب حتى حد ليسلك ما نعرف حتى شيء قالوا لي فيدك 3 أيام جيب لنا على هذا السيد هذا في حاله فرار هذا علي نفاتي قلت له كيفاش انا انتم حاكم واحد مش توشر جيبوه لكم انا قالوا لي فيدك 3 أيام ما كانش فهمت ويضربوا فيها تحت الضرب معناها تصور معناها نكتب ما نعرفش حتى كتيبة باش نكتب في الاوراق فهمت الورقه هذيك حاسين وسيبوني كي روحت فرشت انا مشيت ما كان بما اني انا نقرا انا ونعرف انا فهمت مشيت عملت 4 عرايض عملت عريضه باسم الرئيس باسم رئيس الدوله زين العابدين وعريضه باسم وكيل الجمهوريه وعريضه باسم المدير الامن فهمت و 4 حصيل و4 رايات حصيل ما قلت له مشيت هبطنا لتونس انا وخويا زيد خويا مشينا لدار الامن قالوا لنا بالله الواحد تشكي بيها مش نوا فوق عليكم فهمت خذاهم عندنا هذاك الواحد ومشيت قعدت معناها نعيش نورمال حتى جات الحمله نتاع وما نفوتكش معناها كل مره وين تصير مشاكل يجيو يدهموا علي لازم يجوني فهمت يجوا يهزوني نعدي 3 4 أيام يلقاو عليها حتى نروح نرمى حتى في 95 وقت حملة كبيرة هزوني معنا وتحاكمت هكا وقتها فهمت تعرضنا للزند للتعذيب ونفس الطريقة معناها سنة 95 هذه 95 نهار 8 جويلية 95 تحاكمنا هزونا معناها هزونا للسجن تو في السجن معناها وقت حشيت مش باهي استقبلونا ساعة استقبال أكثر من أمن الدولة في مزار استقبلونا بالقدا استقبلونا بالضرب فهمت معناها ملي خذوا علينا الأوراق وكل شيء ورقدونا الواحد بعد من الساحة من الباب اللي تدخل الشامبري تجي ماشي الشامبري فما الضرب على الرقبة على الواحد فهمت والبونة حتى تدخل حتى للشامبري عذبونا بالقدا وجملتها أنا عندي مريض الساعة في الدواء ما حبش يعطوني الدواء وقتها فهمت ومتحتلش فمك ما تكلم حتى حد وما تلفتش فهمت حمانا عشنا في رعب كبير برشا في مزرت عادينا المدة الأولى تقريبا شهرين وثلاثة معناها تعبين برشا نطلب في ربي باش ننام نحلم شراهم شراه مرتي ولادي معناها تلموني ما يزورونيش ما عادش عندهم من هجم خليت عندي قيمة حصيل له ما نطولكش والناس كلها تعرف اللي على الأقل خليت قيمة 300-400 مليون سلعة ما بين الحانوت والحانوت الآخر تاع القماش والدبو روحت تلقى روحي ما عندي شيء فهمت ونلقى روحي مسال خطايا ومسال مع شركات فما شركه قاعده تجي 10 سنين باش خلصتها
وانا كل جمعه نجي ونعطيهم فلوس. عندي قطع عرض بعت المره بعت قطع عرض قبل اشخاص ولات وتراكمت عليا. ما اني تاجر انا نخدم من عندي نتعامل بالشيكات وبالكمبيالات معناها في الشيكات ولات راجعه مش خالصه بدون رصيد فهمت. ولات تراكمت عليا احكام معناها وصلت محسوب درجه فوق 60 سنه حبس ما بين 9 سنين تاع النهضه 9 سنين واحد بعد حكمه واحكام اخرين وقضايا تاع ونار نهارين ونهبطيني القيس فهمت. من بنزرتي هبطيني القيس يصير مستير يهبطوني القيس ساق يزول القيس هاو خلط عليا خطايا هاو خلط عليا معناها ولات ما تصور معناها مزيد العائله ما يزورونيش. مرضت ولدي ومرض كبير في ساقيا ولدت معناها نهار نهارين ثلاثه كان طار ثلاثه اربع ايام نصبح عاكس ما عادش نجم نقوم نخرج للداريه لما يهزوني بشوية ولا يعطوني حرابش لا هاو فيتامين هاو سيكلو تروا هاو فهمت انواع تاع دواء فهمت. ومرض كبير وجاي في حجري فهمت وانا بشفايا نقول لهم معتي توجع فيا يقول البوم هاو الطبيب تمشي تخرج للفرماري هاو يعطيك حرابش يقول لك باه يجي بعد يجي فرمي يقول لك حل فمك حضر كاس ماء يرحي لك الحربوشه فوق الله اعلم هذيك الحربوشه شنو هي. الاسباب هذه الكل خلاتني معناها تعب برشا وامور نفسانيه وامور معناها الصحيه فهمت. كثرت وكثرت بالطبع كثرت الاحكام والكل معناها الكل تلمت مع بعضها فهمت. خلتني تعبت برشا نفسي وخاصه النفسانيه تعبت برشا. تصور انسان معناها وقت يجي بالستاج يعيط عنده اجواب اسمع جوابات نقعد نصنت حتى يكمل انا هو مولي نتحمص معناها انت معناها تصور هاي ماده جاتك ماده نبدا نصنت حتى ما فماش ماده معناها نولي معناها النهار ولا زياره ولا قفوه ولا حتى شيء معناها ما فماش ماكله معناها صحيه ما فماش. تصور اختي خرجت للبلوار كلموني ما ردش ولادي محسوب مده 3 سنين ولا 4 فهمت. خزرت عندي بنتي خزرت لها قلت ريت المراه نتاعي معناها ما تغيرتش معناها شويه اما ولادي معناها طول شو بنتي كبرت طولت قلت لها لا اختي صحيده اختي قلت لها لا شريف اختي اللي تعبت روحك جيتني يا اخي نطقت المراه وبنتي قامت تبكي قالت لي بابا هكا انا ساره هكا لا حول ولا قوه الا بالله. العوين قاموا يبكي عاونوا وراي وعاونوا قدامي 4 سنين مع المحسوب مده 4 ملي خرجت من المزارت ما زرت ما عادش شريت ولادي ديما تعب ناتي تعب ناتي نمرض الطبيب قال لي قال لي اعطاهم ورقه المزو هذا للسبيطار. مشيت للسبيطار قابلت الطبيب الطبيبه قالت لي بوح شنو حكيت لي على الحاله نتاعي قالت لي باهي هاكا توا روح واعمل حاشاك يقول الكبيره باش يعملوا تحليل فهمت. فرحت هي قلت برا باش حضرت البوله الكبيره في الليل اخي مغض عيطوا لي قال لي حضر لم دبشك لم دبشي هزوني في الور هزوني كوفه الهور معناها ما هزونيش ما رجعونيش للسبيطار فهمت. فرحت الري انتقام معناها حاجه معناها فهمني في الحبس انا زي ما فوق واحد تعب ما نجمش نمشي نعدي على روحي خاطر علاش خاطر روحي معناها تعب برشا معناها مسير واحد خاطر كيف يروح مشيت عملوا لي العمليه الاولى ديمالوجيا موجوده على اليمين عملوا لي العمليه على اليسار ديمالوجيا موجوده وانا موجوده موجوده ياسر وديما نمشي معوج فهمت ونجري فهمت معناها من 28 اكتوبر هو هبطوني العمليه كي عملوا هذاك طلوا على الملول ظنوا في الكولون المصران الرشينا كي عملت سكانير بعدش جاوا قالوا لي اهبط باش تعمل لكم طلع عندي في الكبده ما نعملوا لي عمليه شقوني ما نعملوا لي عمليه على الكبده وعلى المصرى الخشينه 15 سنتيم من المصرى الخشينه والكبده نحو لي منها فهمت. هكا استصار المرض هذاك وجهوني صار عزيز نتاع في الشيميوثيرابي من اكتوبر 2008 عملوا لي عمليه بعد تقريبا نهار 6 نوفمبر ولا 3 ولا 4 نوفمبر حصل بعد بجمعه 4 ايام 5 ايام هبط صار عزيز عطاو العديد عطاو الطبيب عطاني دواء باش البريزون شارج هذيك من الكناب فهمت وعطاوني مش نعمل سيت باش نركب باش نعمل عمليه ركب هذاك الدليل سيت هذاك يسميوه سيت معناها اللي ركبوا لي اله تحت الواحد تاعي جلد بما ان الدواء قوي برشا وانا معناها تعب لازم باش يعطوني دواء قوي باش الواحد فهمت. وبشيت معناها بديت نلعب في عملت 12 حصه فهمت 12 حصه معناها في الشيميو 12 حصه شيميوثيرابي تسمى بالعربي معناها يسمى الكيميائي. المرة الأخرانية قالوا لي مش لاباس معناها فما حتى تقرير معناها موفاز واحد فهمت سيلو ولا لي الأثر هذاك معناها الواحد ولا اللي عندي مرض السكر ومرض القلب فهمت. وجهوني طبيب السكر وطبيب القلب وطبيب المعدة مازال موجوع في المعدة نتاعي فهمت. كي مشيت طبيب المعدة عدوا علي عملوا لي فيبرو هذاك من فوق فيبرو في الفم
لقاو عندي فما ثلاثه كعبات طولي ما فاقوش بهم فما ما بقوش في بنزرت ما عملوش عليهم العمليه. قالت لي راه عندك ثلاثه كعبات مي راهم يصبروا شويه ما يلزمهم يتنحوا. الطبيبه قالت يصبروا ما يلزم. كي مشيت عديت على الطبيبه اللي عملوا الشيميو قالت لي نجموا هاو نصبوا عليها نعملوا في الشيميو باكش بالشيميو راهو يذوبوا فهمت هكا. ولا لي مرض السكر ومرض القلب السكر طلع لي ولا 4 غرامات 3 غرامات 80 وقلب معناها لاثه ونعرق فهمت. توجد قعدت نعالج السكر في القلب في البرود هذيك ولات وجيعة كبيرة ولا يومين هذا وجيعة كبيرة برشا في داري في سوري فهمت. يمكن كريز نمشي بنزرت زاد نفس الحكاية العرق يدارق والسخانة وما فما شيء. ولات زرقولي وقت الفاريون فهمت وزرقولي ولات نستعمل نشرف المورفين هذاك ميسكونتان نعم في أربع حرابش زوج كعبات في الصباح وزوج كعبات في الليل وعطوني شيميو من نوع آخر ما جديد معنا باش نعمل 12 حصة أخرين طبعا عملت منهم 9 حصص اليوم بركة اللي توا يعني ما زلت كي كنت في المستشفى عملت الحصة التاسعة يوم 19 نوفمبر 2010 وهذه بعد ما نروح بها تقعد 50 ساعة عندي بعد في الدار النحية هذه تعبني برشا وفما عرق اصطناعي هي تتراجع في العرق هذاك وتقعد كل ساعة تعطي قطرة 3 مليمتر فاصل واحد كل ساعة فهمت. وقت تعطي القطرة ذيك الحس في قلبي تك معناها الحس في شيء اللي واو دي تو وقتها بداها تغزل العرق بديت معناها تو نحاول مش نروح للجواب هذيك الماكلة في البلاستيك وتهبط وال كما نقولوا احنا الحمايص فجعات نتاع المداهمات في الدار حتى ولادي معناها تعبوا برشا وفي السجن معناها المعاناة نتاع السجن فهمت